اليوم حنتكلم عن لعبة حاصلة على جائزة أفضل لعبة عائلية لعام 2011. هذه اللعبة King of Tokyo، ملك طوكيو. اللعبة بتنلعب من لاعبين لست لاعبين، ينصح يعني فوق عمر 8 سنين، والجيم الواحد بياخد حوالي نص ساعة، بينه وبينكم أحيانا بتاخد ساعة ونص معي. يعني هشرح لكم عن هذه اللعبة الرهيبة، كيف طريقة اللعب والأدوات اللي موجودة فيها، فكرة اللعبة، وممكن نلعب جيم سريع كمان. باختصار شديد، عبارة عن وحوش موجودة في هاللعبة. كل لاعب بيختار وحش، وهدف اللعبة مين هو يكون ملك طوكيو، او مين هو الوحش اللي بيدمر طوكيو وبيهزم باقي الوحوش. تا 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 تا. حاليا حنوريكم القطع، نفتح اللعبة. طبعا هذا شرح اللعبة، جدا لعبة بسيطة، شرحها ما بياخذ عبارة عن صفحتين فقط. وبعدين بعض الدعايات والاعلانات في اللعبة، وهذه هي البورد او اللوحة اللي بنلعب عليها، جدا صغيرة. وبعدين عندنا بعض الكروت اللي في اللعبة، حنشرح لكم عنها. الزهر باختلاف أشكالهم. وبعدين العملة الرئيسية في اللعبة اللي فيها تشتري مزايا لوحشك. محتويات اللعبة اللي هو عدد من الوحوش، كل وحش بيجي مع الكرت تبعه. الكرت أهم شيء فيه اللي هو حاجتين. الحاجة الأولى اللي هو تحت هنا القلوب تبعت كل وحش، والشيء الثاني الأساسي النجوم، توصل لغاية 20 ممكن. وبيجي مع كل وحش فيجر زي هذا، بحيث انك تحطه على البورد وبالتالي نستخدمه في اللعب. نعرفكم على الوحوش. ماكا دراجون. This is the Kraken. And now, Gigazor. Alienoid. Last but not least, the King. هو الملك اللي أكيد دائما بيحاول يثبت إنه هو ملك طوكيو. هلا نشرح ترتيب اللعبة. طبعا نسيت أعرفكم على سايبر باني. حلاوة سايبر باني هو رجل آلي بيتحكم فيه أرنب، لو تلاحظوا هنا يعني جميل. الآن نشرح كيف ترتيب اللعبة. فكرة اللعبة باختصار إنه اللعبة بتنتهي، أو هدف اللعبة، إما كل وحش فينا بيحاول يزيد نجومه لغاية 20، وأول وحش بيوصل نجومه للنجمة رقم 20 هو ملك طوكيو، هو الفائز. الطريقة الثانية للفوز إنه كل الوحوش تموت ما عدا وحش واحد يبقى عايش بالأخير. طبعا هذه علامة الموت. فإذا كنت أنت الوحش الأخير المتبقي وكل الوحوش ماتت فأنت ملك طوكيو، أو إذا أول وحش جمع 20 نجمة فأنت الفائز. اللعبة طبعا تعتمد أساسا على الزهر. الزهر هي الطريقة اللي ممكن تقتل فيها الوحوش وتزيد فيها قلوبك وتزيد فيها كيوبس اللي بتقدر تشتري بهذه الكيوب ميزات للوحش وبيخليه أقوى من غيره.
أو تجيب فيها أرقام الزهر، وكل رقم بيجيب لك فيه نجوم. لو جبت 1 بعطيك نجمة، لو جبت 2 بعطيك نجمتين، لو جبت 3 بيعطيك 3 نجوم، ولكن بطريقة حشرحها بالتفصيل كيف اللعبة هذه. طبعا أول شيء منحدد مين يبدأ الأول، وتحديد مين يبدأ الأول بالزهر. أكتر لاعب بيجيب فيها مخالب هو اللي بيبدأ الأول. بعد ما نحدد مين اللي بيبدأ الأول، طبعا كل الوحوش بتكون برا طوكيو. فاللعبة باختصار يا إنه تكون حد أنت جوا طوكيو أو تكون برا طوكيو. واللي جوا طوكيو بيهاجم اللي برا طوكيو، والعكس صحيح، اللي برا طوكيو بيهاجم اللي جوا طوكيو. اللعب كالتالي: كل لاعب بس يمسك الزهر بيكون عنده 3 رميات، وهو بيقرر بهالثلاث رميات شو بده يحصل عليها. هاي اول رمية، مثلا انا حاليا طلع لي 3 كيوب، وانا محتاج اجمع كيوب عشان اشتري كروت، فبشيل هذا الكيوب على جنب، وهي استهلكت رمية. انا ما بدي قلوب، قلوبي كاملة 10 فرضا، هذا الرقم حاليا ما حيفيدني، فبرجع بعيد رمي الزهر. وهذه هي المرة الثانية، والله أنا نفسي أهاجم على غيري وبعيده للمرة الثالثة، هذول حاليا ما بستفيد منهم. طريقة الاستفادة: إذا جبت مخلب بهجم على غيري وبخليه ينقص من قلوبه، إذا جبت قلب بزيد قلوبي 1، إذا جبت كيوب باخذ كيوب من البنك، وبالتالي زي ما قلنا بشتري فيها كروت، أو جبت أرقام. في شروط، الأرقام طبعا هي الأساس اللي بتجيب نجوم كمان. عشان أستفيد من الأرقام لازم أجيب 3 أرقام متشابهة. لو جبت 3 2 باخد نجمتين، لو جبت 3 1 باخد نجمة، لو جبت 3 3 بحصل على 3 نجوم وبضيفها على هذا الرقم. تذكروا هدف اللعبة انك تكون اول واحد يجيب نجوم. طبعا لو انا رميت وطلع لي 3 3 بحصل على 3 نجوم، وكل 3 اضافية عبارة عن نجمة. فرضا كانت هي عبارة عن 3 2، فهذه نجمتين، ورميت طلع لي كمان 2 اضافيتين، هاي نجمتين، 3 4، فبحصل على 4 نجوم، وبكون اقرب لهدفي اكتر. هذه هي باختصار موضوع شرح طريقة عمل الزهر. زي ما ذكرنا انه في تنافس اساسي بين انك تكون في طوكيو او برا طوكيو. ميزة اللي بيبقى جوا طوكيو انه بيحصل على نجمة كل مرة بيدخل فيها طوكيو، واحنا هدفنا نجيب 20 نجمة. واذا لف الدور كامل ورجع على الوحش وهو لسه صامت جوا طوكيو، بياخذ نجمتين مع بداية دوره. طبعا السلبي، الشيء السلبي الاساسي في انك تكون جوا طوكيو هو انك ما بتقدر تعالج قلبك في القلوب، فبتكون انت معرض لهجمات الوحوش الاخرى بدون ما تعالج نفسك. هلا حنعطيكم كيف طريقه او ميكانيكيه اللعبه. حبدا اللعبه بتحديد مين هو اللي حيلعب الاول. طبعا حرمي بهذه اللحظه للسايبر باني، جالو 2 اتاك. The king turn now، كمان 2 اتاك. جيجازور 1 اتاك. طبعا انا اخترت العب اوريكم اللعبة لثلاث لعيبة. هلا سايبر باني جاب 2 وذا كينج جاب 2، هما الاثنين يعيدوا فقط. سايبر باني ولا اتاك. ناو ذا كينج تيرن، جاله 1 اتاك، فهو اللي حيبدا اللعبه. في بدايه اللعبه ما حدا بيقدر يهاجم الثاني لانه كل الوحوش برا طوكيو، ولكن هو ممكن يختار انه يدخل طوكيو، وبالتالي حياخذ نجمه اذا دخل طوكيو ويقرب لهدفه.
نتأكد في بداية اللعبة طبعا كل النجوم على الصفر. طبعا هو هنا واحد خشاش ذا كينج، نرجع واحد، وكل القلوب على 10. حيبدأ ذا كينج، بعده جيجازور، بعده سايبر باني. ذا كينج رمى طلع له قلب، ما حيستفيد منه. تو كيوب كويسين انه بحيث يشتري ياخذ منها في كيوب منها من البنك، وبعدين يشتري هذول الكروت اللي بتعطي مزايا للوحش. هذا الكرت سعره 4، هذا الكرت الثاني سعره 4، هذا كمان سعره 6. بعدين بشرح لكم عن الكروت لما نشتري، لانه في كتير منها تتغير بالطريقه دي. هاي طلع ذا كينج 2 كيوب، وبده يخلي الاتاك عشان يدخل طوكيو. طريقه الدخول في اول جوله انه فقط بيكفي وحده اتاك فهو بيدخل طوكيو. هاي الرميه الثانيه 1 2 3 ما بيستفيد منها. خلينا نجرب اخر رميه، اخذ كيوب زياده 3 ما بيستفيد منه، والاتاك اوريدي عنده 1 فهو حاليا دخل طوكيو، وبالتالي ذا كينج ياخذ نجمه. وبما انه طلع له 3 كيوبس ياخذ 3 كيوب يحطهم عنده، ما بيقدر يشتري هلا، وانتهى دور ذكي. يبدا دور جيجازور، طبعا نفس الشيء، هدفه انه يا يجمع كيوب او يهجم على ذا كينج لانه هو حاليا داخل طوكيو ويطلع. اخذ 2 اتاك حطهم على جنب، عجبه قلب ما حيستفيد منه. 1 1 ممكن لو جاب 1 3 ياخذ نجم زياده، كيوب حاليا ما بده، فيعيد رمي هدول. ممتاز، جاء له 1 3 واخذ جاله كيوب، ضل عنده كمان رمي ولكن اكتفى. الوضع الحالي مناسب جدا لجيجازور، فهو حاليا ياخذ نجمه لانه جاب 3 وحدات. وياخذ وحدة كيوب من البنك، ولازم ذا كينج ينقص 2000، هو طبعا داخل 10 لانه صار جيجازور رمى 2 اتاك. 1 2 اي وحش بينضرب هو جوا طوكيو بينسأل سؤال، بدك تهرب من طوكيو؟ ليش طبعا بده يهرب من طوكيو؟ لانه ما بيقدر يعالج نفسه هو في طوكيو لما يجي دوره. واذا هو اختار ذا كينج انه يطلع، فاجباري على جيجازور انه يدخل في طوكيو وياخذ نجم زياده. ولكن ذا كينج قرر انه ما يطلع، قلوبه ممتازه بيقدر يستحمل، قلوبه بتتحمل على اساس ياخذ نجوم زياده ويوصل لهدفه. انتهى دور جيجازور، وهلا سايبر باني. سايبر باني بدأ دوره، راما جميل، 1 هون 1 هون 1 هون، هي عبارة عن نقطة كيوب، ممكن يأخذ كيوب. 1 اتاك فور ذا كينج، يعيد هذه، يجاله كيوب كويس، ولكن هو بده يطلع ذا كينج من طوكيو، ممكن يختار يعيد هدول، صحيح يخسر نجمة بس عادي. بالمناسبة ممكن يرمي زهر هو قد شاله قبل هيك، فهي رمى زهر مرة تانية. واو، this is the second third one، ثالث رمية، فطبعا جاله 3 اتاكس و2 كيوبز، وهذه الاثنين ما بيستفيد منها، فبالتالي برضو ذا كينج بينقص 3، هو حاليا 8 صار 5. سايبر باني بياخذ 2 كيوب من البنك، ما حدا فيهم لا بيقدر يشتري كارت. انتهى دور سايبر باني. بنسأل ذا كينج بيطلع من طوكيو، حاليا نوبو 5 وضعه مش ممتاز كتير، ولكن خلص بما انه لفت الدورة كاملة فممكن ياخذ نجمتين على بداية دوره. اذا قرر يبقى في طوكيو، هو قرر انه يبقى في طوكيو بداية دور ذا كينج، وبما انه صمد لفة كاملة هو في طوكيو ياخذ نجمتين. كان دخل نجم، اخذ نجمة في الدور السابق لانه دخل، وهلا نجمتين فصار 3 نجوم. طبعا ما حيقدر يعالج قلوبه هي 5 لانه داخل طوكيو، ولكن هو حيفضل يطلع
اول احد بيهجم عليه. حاليا هو استراتيجيته كالتالي، بما انه ما بيستفيد من القلوب، يا حيحتاج ارقام او كيوب زياده. لا تنسوا عنده 3 كيوب اخذهم من الفائد، والكرت هذا سعره 4، هذا الكرت سعره 4، ممكن يستفيد منهم. شوف شو بيجي. واو فيري نايس. حياخذ اثنينات وياخذ الاتاك، وهي اثنين زياده، وهي اثنين زياده، وبالتالي دور ذا كينج كان اخذ هاي نجمتين، هاي 3 نجوم، هاي 4 نجوم، فحصل على 4 نجوم ذا كينج والاتاك. الاتاك بما انه هو جوا طوكيو، فبهجوم ذا كينج بيهجم على اي وحش خارج طوكيو، وبالتالي الاتاك هذه سايبر باني بينقص وحده هو برا طوكيو، بصير 9 قلوب، وجيجازور برضه بينقص قلب لانه برا طوكيو، ولكن الشيء الرائع بيحصل على 4 نجوم، هو حاليا صار عنده 7 نجوم من 20. دور ممتاز طبعا. نهاية دوره، هل بيقدر يشتري شيء مع 3؟ لا ما بيقدر يشتري. انتهى دور ذا كينج. دور جيجازور، جيجازور يريد الانتقام، يريد ان يطرد ذا كينج من الساحة. خلي وحدة اتاك ويعيد كل الباقي، خلي وحدة اتاك، ممكن يحاول يحصل على نجوم لو طلعت له بهدول. اخر رمية، سوري اخر رمية، اذا جت واحدة اثنين هذه ما استفاد منها، هذه ما استفاد منها، وهذه ما استفاد منها كمان، فبالتالي ذا كينج فقط ينقص قلبين. قلوب ذا كينج 5 حيصير 3، والكينج صار على شفا حفرة. طبعا ذا كينج بهالمرحلة هاي قرر يطلع برا طوكيو عشان يقدر يعالج قلوبه، هرب ذا كينج، وبالتالي دخل جيجازور واخذ نجمة جديدة لانه دخل طوكيو. هل بيقدر يشتري اي كرت؟ طبعا لا. سايبر باني، سايبر باني محتاج كيوب يشتري كرت. هاي واحد، هاي اثنين، وهي ثلاث، وهي قلب، ناقص واحد. هاي الثاني رمية لإله، والله كيوب. آخر رمية أتاك، جميل. فبالتالي حيحصل على 4 كيوب من البنك. 1 2 3 4، وكان معه 2 في السابق، جميل. حياخذ قلب، كان قلوبه 9 صار 10، وجيجازور ينقص قلب لأنه في واحد أتاك على جيجازور، وجيجازور صار 8. هل يطلع جيجازور من جوا طوكيو؟ طبعا لا، يحارب على النجمتين. طيب نسأل السؤال كالعادة، هل سايبر باني ممكن يشتري كرت مع 6 كيوب؟ ممكن يدفع للبنك ويشتري هذا الكرت اللي هو سكاي سكرابر. طبعا في كروت كتير بفوائد متعددة، مثلا هذا الكرت سعره 6 نجوم بيعطيك حاليا 4 نجوم وخلص تستغني عن الكرت، ديسكارد مكتوب عليه. في نوعين من الكروت في اللعبة، اما نوع ديسكارد زي هذا، مجرد ما تشتري تعمل الاكشن المكتوب عليه وبتستغني عنه، او كرت مثلا زي هذا اللي هو سعره 4 نجوم اسمه كيب، يعني بتحافظ عليه. مثلا هذا الكرت بيخليك، بيعطيك القدرة انك تشتري كروت مش بس من البنك، حتى لو في اشرار او وحوش تانيين اشتروها ممكن تشتريها منهم، يعني بيعطيك ميزة جدا قوية. هذا الكرت اسمه كيب كارد، وبيبقى معاك في كل دور. في حاجة مهمة حابب أضيفها عن موضوع الكروت المعروضة، إنه مثلا سايبر باني معاه حاليا 6، ممكن يدفع 2 كيوب
ويبدل كل الثلاثة الموجودين إذا ولا كرت عجبه. طبعاً بالأمانة موضوع السكاي سكرابر هذا ممتاز جداً، سعره 6 وبيخليه يأخذ 4 نجوم مباشرة، يدفع 6 اللي حصل عليهم، وهو حالياً 0 من النجوم ويأخذ 4. يعني هذا ميز اشترى، نكشف كارت جديد مثلاً، هذا الكارت it's a keep card، تحاول يضل معه. Buying card costs you one less cube، يعني كل ما بتشتري كارت بيرخص سعره، مثلا هذا الكارت بدل 4 بيصير 3 وهكذا. دور ذا كينج، ذا كينج طبعا هو في حالة مزرية، عدد قلوبه 3 ومحتاج انه يعيش، لانه لو الدور اللي بعده جيجازور هجم هيهجم على كل البراتوب، ممكن يقتل ولا قلب، ولكن جميل هذا ممكن مغري. هاي ثلاثتين التاك ما بده يدخل، لأنه لاحظوا لو ممكن يهجم، بس لو هجم وانسحب جيجازور هو حيصير وسط النار بدخوله في طوكيو، فحيرفض يأخذ كيوب ومحتاج قلوب. يعني هاي قلب، خيعيد هذول ويعيد هذول كلهم، محتاج قلوب. هاي آخر رمية، للأسف هذا ما استفاد منه، هذا كيوب وهذا التاك، أخذ كيوب أخذ قلب، صار 4. جيجازور نقص قلب بسبب الأتاك، صار 7. جيجازور حيرفض أنه يطلع، وبالتالي الآن بداية دور جيجازور 10 starts. طبعا حيأخذ أول شيء نجمتين لأنه حافظ دور كامل وهو باقي طوكيو، وحيحاول يهجم ويقتل الباقيين. One attack two attack and هذه يجيب فيها نجوم، كيوب مش محتاج، حيعيبها attack. القلوب ما بيستفيد منها حاليا، هو داخل طوكيو زي ما نلاحظ هنا، علما ان قلوبه 7. اخر رمية، هذول ما استفاد منهم، هو جوا طوكيو، اي احد برا طوكيو حينقص 3. سايبر بوني حيصير 7، وذا كينج is about to die، حاليا قلوبه 1، اعلى نجومه اقل قلوبه، وضعه جدا صعب. دور سايبر بني، ممكن يجيب قلوب، ممكن يجيب، نشوف ايش حيجيله. ما في شيء مشجع صراحة، بس يهجم على جيجازور يطلعه ويعيد دول. كويس جاء، هياخد 2 كيوب من البنك، هياخد قلب، صار قلوب. سايبر باني 8. جيجازور نقص قلوبه وصار 5-2، قرر انه يهرب من طوكيو، وبالتالي سايبر باني يدخل ياخذ نجمة لدخوله. التناسف على التنافس على شده. دور ذا كينج، ذا كينج طبعا وضعه جدا صعب، محتاج قلوب وبس. هاي قلب، هاي 2، قلب، اخر رمي. واو فيري نايس، كمان قلبين، 5 قلوب. ذا كينج عاد للحياة وعاد للمنافسة، وصارت قلوبه 6. دور جيجازور، ممكن يهاجم سوى، ممكن يهاجم، محتاج قلوب. هاي قلب، وخلينا نعيد الدور،
ما استفاد من هذول الثلاثة، أخذ ألب فقط وحيد، صار ستة. سايبر بني ناس ألبين، يعني قرر سايبر بني إنه يصمد عشان عيون النجمتين، ويبدأ دور سايبر بني حاليا، لأنه صمد دور كامل وهو في طوكيو. سبع نجوم والتنافس على أشده بالنجوم. اللوب ما بيستفيد منها، كيوب ممكن يشتري كارت بعدين. واحد اثنين ثلاثة، نشوف هذه على أمل أن يجيب كمان ثلاثة. يس 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 يس، والتحكي القلب ما بيستفيد منه حاليا جوا طوكيو. هذول الثلاثة يحصل على ثلاثة نجوم، صار عشرة. كل واحد جوا طوكيو، برا طوكيو ينقص قلب. The king صار خمسة again. جيجازور صار خمسة، ويحصل على كيوب جديد. تخيل دوره مقبول، محتاج قلوب ويهجم، لازم يجيب واو ثلاثة قلوب واو، رمية جميلة جدا. ممكن يحصل على نجمة بالثلاث وحدات اللي أخدها، صار ثمانية، ويأخذ ثلاثة قلوب برضو صار ثمانية قلوب. ومع أربعة كيوب ممكن يشتري كارت. هيدفع أربعة ويحصل على هذا الكارت، اللي هو لما يجيب ثلاث وحدات بدل ما يأخذ نجم يصير يأخذ ثلاث نجوم، والكارت هذا بيبقى مع ذا كينج. وتستمر المعركة. جيجازور wants to attack. سوري نسينا نكشف كارت، انه اشترينا كارت طلعت هاي، بتحصل على نجمتين واو، وكل الوحوش المتبقيين ينقصوا ثلاثة. gain 2 star and deal 3 damage to all other monsters. it costs 6. اول رمية لجيجازور، 1 attack 1 heart 2 cubes. ثاني رمية برضو قلب وكيوب، ممتاز، يحصل على ثلاثة كيوب، صار معه أربعة. بعد بده يحاول الدور الجاي يشتري كارت، ويأخذ قلبين كمان. سايبر بني ينقص قلب لأنه هو داخل طوكيو، جيجازور برا طوكيو. طبعا أنا صراحة عندي استراتيجية دائما بستخدمها، لما يصير خمسة قلوب الأفضل واحد يهرب، ولكن سايبر باني طماع، خلينا نعمل اكشن سايبر باني لانه بده النجمتين يصير 12، فما حيطلع. والان بداية دور سايبر باني، وصار 12 نجمة. طبعا ما حيقدر يعالج اللوبو، لوبو 5، يبقى الوضع مقبول. واو 4 كيوب، جميل، في خطة جميلة هلا حتطلع منه. أربعة كيوب خلاهم على جنب. هيا أول رمية، ثاني رمية، أتاك وكيوب، جميل، أخذ خمسة كيوب. واو The King 7 جيجازور 6. طبعا الكروت المعروضة في البنك مقبولة جدا، هيدفع 6. هي 1 2 3 4 5 6، ويشتري هذا الكرت اللي هو كاز ريفينري، هياخذ نجمتين وينقص كل الوحوش 3 قلوب. خطير خطير، اخذ نجمتين زيادة، صار 14. سايبر بني عم بينافس بقوة. The king لازم ينقص 3، صار 4.
ديجازور برضو ينقص 3، صار 3 قلوب. طبعا تقريبا سايبر باني بدأ يتفرد في طوكيو، يستفرد في طوكيو. خلينا نكشف كارت جديد سعره 3. At the end of a turn, if you have the fewest star, gain 1 star. يبدأ دور جيجازور، طبعا بدي يحاول يطرد سايبر باني بس نفس الوقت ما بيقدر يدخل. هاي يطرد سايبر باني 3، يأخذ أذى بالما يدخل ويعيد هدول. هاي تاني رمية أتاك، ثالث رمية 4 أتاك، 4 أتاك على سايبر باني. سايبر باني كاد أن يموت، قلب واحد لا قلبين. وطبعا نأخذ قلب. قرر سايبر باني الهروب من طوكيو، وبالتالي جيجازور دخل طوكيو. وضع خطير، قلوبه 4، أخذ نجمة هنا 5. دور سايبر باني مرة أخرى، هنبدأه. طبعا سايبر باني بنركز على نجوم القلوب. هاي نجمة ممتاز، هاي قلب، قلب ما بيحتاج هجوم، ممتاز. طبعا هنا أخذ نجمتين، واحدة ثالثة، فبصير 3 نجوم. صار معاه 17 نجمة، 14 15 16 17، وأخذ قلبين، يعني صار 3. دور ذا كينج، خلى 3 على جنب، 3 على جنب. طبعا محتاج قلب، ما بده أي كيوب، وبده هاي آخر رمية للأسف. هدول ما استفاد منهم. أخذ كيوب من البنك، أخذ قلبين، صار 6. جيجازور ينقص قلب، قرر يهرب جيجازور. The king is in Tokyo now and he gains 1 star for his efforts. طبعا وضع جيجازور ليس بالأفضل، محتاج قلوب أو نجوم. هاي قلب، قلبين، نعيد دول. هاي آخر رمية، قلوب، هاي قلب وأتاك. حصل على 3 قلوب. حصل على أتاك ينقصه ذا كينج، حيحارب ويبقى جوا طوكيو، ما حيطلع، بده نجمتين. سايبر باني، let's see سايبرز باني turn. هو بده يحاول يجيب 3 نجمات، هاي وبكون انتهت اللعبة لو جاب 20. واو، واتاك على البيعة، كيوب، آخر رمية. واو واو، طبعا هو 17 نجمة وحصل حاليا على 4 نجوم، 18 19 20. تتتتا، سايبر باني، I am the king of Tokyo. شكرا للمتابعة، حاعطيكم بعض التفاصيل الدقيقة لما تكون اللعبة من 5 إلى 6 لاعبين. الشيء الإضافي لما يكون عندنا فوق 4 لعيبة، يعني 5 أو 6 لعيبة، في تظهر عندنا هذه الأيقونة اللي هي طوكيو باي،
فبدل ما يصير واحد في طوكيو بيصير اثنين جوا طوكيو. كيف طريقة الدخول؟ فرضا انه سايبر باني اوريدي في طوكيو وما في احد غيره وهجمنا عليه، مثلا جيجازور هجم عليه ورفض يطلع من طوكيو، بينقص طبعا سايبر باني قلب لانه انهجم عليه، واذا سايبر باني رفض يطلع جيجازور بيدخل وبيصير هنا. لما يجي لاعب تاني مثلا let's say كراكن، لعب دور رمى اتاك على اللي في جوا طوكيو، ما احد رضي يطلع، انتهى الموضوع. طبعا اول شيء دائما نسال مين اللي في طوكيو، هل بدك تطلع ولا لا؟ اذا ما رضي يطلع نفس الشيء بنسال اللي في طوكيو باي، ما رضي يطلع خلاص ما حدا بيدخل. ممكن اذا انضربوا طبعا الاتاك على طوكيو التنين بينقصوهم مش واحد، الوحشين مثلا كراكن اتاكت طوكيو، اي وحش في طوكيو التنين حينقصوا، ممكن يهرب واحد وبالتالي كراكن بيدخل، او حتى ممكن يهرب الاثنين والكراكن بيدخل هنا وهكذا. هذا التعد اخر قانون كنت حاب اضيفه للعيبة من 5 إلى 6. لعبة ممتعة جدا، فاميلي جيم، بيلعب فيها من اعمار من 8 سنين لعمر 50 سنة. لعبتها قبل كده مع فاميلي كبيرة، الكل استمتع، الكل انبسط. It's a lot of fun. شاهدوني في الفيديو الجديد عن نفس اللعبة اللي حتكلم فيها عن بعض الإكسبانشن للعبة اللي هو Power Up، King of Tokyo Power Up و King of Tokyo Halloween، في الفيديو القادم إن شاء الله مع بعض الاستراتيجيات والألعاب. إيش من إضافة ممكن نضيفه هذه التوسعة أو الإكسبانشن على اللعبة الأصلية، لعبة King of Tokyo. شكرا جزيلا.